جهزت مؤسسة الجرح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم نحو 45 طن لحوم أضاحي لتوزع على 4500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم والجيزة والسويس حتى وقفة عيد الأضحى المبارك. وقامت المؤسسة بتشغيل عدد من مطابخ الخير لتوفير الوجبات المطهية للأسر المستحقة في قرى ومراكز الفيوم والجيزة بمناسبة الأيام العشر الأوائل المباركة من ذي الحجة لإنتاج وتوزيع نحو 6000 وجبة مطهية يوميا بإجمالي 54000 وجبة. احنا موجودين النهاردة في محافظة الفيوم في فعالية ذبح عجول صدقات للتوزيع على أسر مستحقة. استهدفنا في خلال الأيام القادمة بإذن الله لحد يوم الوقفة نوزع 45 طن لحوم على 4500 أسرة في الفيوم وخارجها زي محافظات الجيزة والسويس. احنا النهاردة متواجدين في منفذ من المنافس المؤسسة بتعمل فيها، بنقوم بذبح عجول بلدي، معنا مجموعة من الجزاريون، معنا مجموعة من الجودة كمان، بيتم حفظ اللحوم بالشكل اللي يخليها توصل للمستحق بشكل آمن وبشكل جيد. تم اختيار هذه الأسر بناء على قاعدة بيانات تم معالجتها على أعلى مستوى بأحدث أسلوب للتأكد من فعل إن الأسر دي محتاجة فعلا بالفعل. وبعد بعد معالجة هذه البيانات تم النزول الميداني لها لطرق الأبواب للتأكد من أحقيتها للمساعدة. وطبعا ده تم من خلال 60 جمعية قاعدية على مستوى أربع محافظات: الفيوم، السويس، الأليوبية، الجيزة، الصفد. تم طبعا النزول الميداني لهذه الحالات لتوزيع هذه اللحوم عليها، ودي من خلال قاعدة بيانات وفريق عمل متكامل من الباحثين الميدانيين. جايين بنساعد في مراسم ذبيح عيد الأضحى إن شاء الله. أنا بساعد بدوري إن أنا بنساعد إن اللحمة تكون تبرد ونوزنها، نوزنها الكيلو 1000 جرام، وبعدين بنغلفها في الأكياس، وبعدين بيبدأ الدور المتطوعين التانيين ان هم يساعدوا في التوزيع. بشارك في نشاط التعبئة والتغلفة بعد ما بيتم تقطيع اللحمة. بنحافظ دايما وبنهتم ان في التعبئة والتغلفة تكون على اعلى جودة حتى نضمن سلامة الوصول للحاجات للأسر. دوري ان انا بشارك في التوزيع، بننزل معنا كشوفات مستلمة من المؤسسة فيها الأسماء الأسر الأكثر احتياجا، وبننزل نوصل لهم اللحمة لحد عندهم.